الكليه دائما نتابع الضربة الحرة رشيد العلوي فعل مرارا مع فريقه أونجي الحكم يعطي الإشارة العلوي العلوي سددها جول 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 يرجع للخلف سفيان القدرة على التحكم في الكرة بهذا الشكل هذه من الميزات التي يتمتع بها لاعب المنتخب المغربي تصل أشرف حكيمي شوف الطريقة التي يتبادل بها الكرات عناصر المنتخب المغربي العرضية الراسية جول انسري ماذا ضيعت انسري ماذا ضيعت إمكانية الجول إمكانية ثلاث لمسات اربع لمسات بين منطقه سريعه فرصه 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 هو جول هو جول هو جول هو جول